مين اللي قالك راجع؟ مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي والع بعد اللي صار فليت. مين اللي قالك راجع؟ شو يا؟ كأنه زيادة عجبتك الغنية من طربة اليوم ومن طلقة، هيك حاستك مريحة. لا بس هيك جاي شوفك إذا عم تجهزي حالك. يعني مثل مالك شايفة عندي موعد، قال يعني ما بتعرفي انتي؟ لا بعرف يعني بس لسه بكير، مو موعدك الساعة 8؟ ايه ليكي سموحة، طلعي حبيبي لابقين لي التياب اللي لابستهم يعني ظابطين للموعد ولا غير البس ايه كثير كثير كثير. لا ولا قلك ما كثير حلوين، انا عندي فستان بيطير العقل وستايلك تماما. شو رايك عيرك يا؟ اين من هون؟ دقيقة. عم تحلم سر من دونك سر، عم تحلم سر من دونك سر، وحدي بهالدنيا وقلبي اسير، غلطان وعم تحلم عني. تعي تعي هاتي لشوف، هاتي هاد هو. لك مو هذا الفستان اللي جابت لك يا أميك؟ ايه ما حبيتي. لا حلو كتير بس ما فيني. سموحة شو شايفتيني قليل الذوق؟ لا للوشة ما تحكي هيك، انتي لبسي اليوم، انتي عندك موعد كتير سبيشال، خليكي تلبسي. والله اذا لبستي كأني انا لبسته بنبسط لك من جوات 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 قلبي. تشكي بهذا الحكي؟ لا اعوذ بالله، قال شك بهذا الحكي بس ما فيني. انتي مو كنتي عأساس تاركتي مشان عيد ميلاد هاي رفيقتك شو كان اسمها رغد؟ ما طيب مثل ما بدك. شو سموحة؟ هاتية من الآخر، هاتية وارتاحي فضفضي. شبك شو صاير فيكي؟ لا ولا شي بس بأينو مطعم رح تقعدوا؟ بأحلى قعدة. عم تمزحي عم تحكي جد؟ يا لطيف شو بحبه لهذا المطعم، من وقت اللي جيت عالصرم وانا مستهية رح اقعد فيه. ايه ما صار شي، جمعيهم للصبايا كلياتهم وطلعوا شي يوم عليه مو منيح؟ ايه ليش مو اليوم؟ ليش مو اليوم؟ كأنه نحن خلصنا غدا ولا شو؟ اللوشي حبيبتي انت تقبريني، بترجعكي خديني معاكي. والله اذا اخذتيني ما بحكي ولا كلمة، بقعد من تمساكت بس بتفرج علي لأمير شاكر. الله يخليكي خديني معك تحبي الله. وانا عم قول منين هالحنية العظيمة يلي نزلت عليكي ونازلة تعملي لي حالك على اساس ماما تيريزا الفظيعة الحنونة يلي ما في منها. لك يخرب بيتك يخرب بيتك ان شاء الله قديشك وحدة مصلحجية. هلا انا مصلحجية؟ انتي وحدة مصلحجية. خليك عم تدقي يا استاذ وائل. ماني رادة ماني رادة ماني رادة. ها يا ربي. خلقتي فوتي تقففي بغرفتك. ايه شو هالسألك كلياتها؟ ليش عم تدقي لي؟ لأنك قاعدة صفنانة بالتلفزيون وأنا متضايقة ومانك منتبهتي لي، بدي أحكي معك. بس بدي أفهم أنت وليلى هالحركات من وين جايبتيها؟ هالغلاظات كلها من وين جايبينها ما شاء الله عليكم؟ مو بس غليظة وأنانية، ما خلتني روح معها موعد أمير. قطي صوتك، هلا بتسمعك ميديا. عن جد ما خلتني، رح بوس رجليها وإيديها لحتى تخليني روح معها الموعد، ما خلتني، ليش ماني عرفانة؟ والله فكري حبيبتي، ليش ما خلتك؟ يعني أنتِ إذا طالعة مع واحد لأول مرة بتشكلي حدا معك، يعني مو منطقي. إيه شوف يا يعني، شو رح أزعجها؟ والله رح أموت على ما أشوفه. مين هذا اللي رح تموتي على ما تشوفي؟ يعني ما حلك تحفظيها لسميحة؟ ما كل ما تتعرف على شب جديد بتصير رح تموت على ما تشوفه. يا الله يا سميحة، بضل تفكيرك مثل المراهقات، ما حلك تكبري. هاي اجت لبنى. هاي يا بلانيت، وين اللوشة؟ بالغرفة عم تجهز حالها. وانتي كمان رايحة؟ تعرفوا انا لهلا ما فهمت وين رايحة ليلى. عندها موعد. شو قلتي لي؟ ايمتى المسلسل هذا اللي متابعينه بيطلع؟ ما بعرف. ليلي انا جايه كنت بدي اقول لك انه اذا احتجتي اي شيء بدك مساعده انا بخدمك بعيوني التنتين. انت بتعرفي انا قديش بحبك ما بتعرفي. والله يا ستي كنت بحاجه لمساعده بس هلا خلصت، ما ضل غير ضب اغراضي وامشي. بس ما تكوني هيك بدك شيء من هون من هون مثل سميحه خالهم المصلحجيه هديك. شو مي انا اعوذ بالله مستحيل. شبك عم بمزح معك، بعرفك هيك قلبك طيب ولا الله وبتعملي كل شيء منيح وما بتستني مقابل، بعرفك. طب شيء يلا بدك شيء انا صار لازم امشي. يلا معي.
والله انتي بدك تروحي معه ما خلتك ما؟ اسمك كريم؟ أبوش قد تكيف خالته فريدة وقت بدها تدرى انه انتي سلمتي على الاستاذ امير ووقفتي قدامه هيك وجه لوجه والله لا تجيها فرحة الولاد. تعرف يا استاذ كثير لك عنا شعبية بحلب وخصوصي من بعد مسلسل خالك التين. تسلم يا رب تسلم. لغشكم مصحية انت وياها سلموا على الاستاذ، استاذ متواضع وحباب وماله نفسية طاوي. لك سلموا سلموا. مرحبا. اهلين يا هلا. مرحبا. اهلين. اهلين اهلين. مدام انسة لو سمحت. ايه انسة خرجت صورينا صورة نحن والاستاذ هيك هيك بهي الفاصلة. تعال يلا قربوا قربوا. اضحكوا. ايه اضحكوا. ياش قد كويسة. خدينا وحدة الخط. لولو خلص بقى فرديا، يعني القصة مو محرزة بنوب. لسا بتقلي مو محرزة، يعني أنا آخرتها رفقاتي يعملوا فيني هيك العمى على البهدلة. نحنا شو دخلنا؟ وحياة الله كنا رايحين نشوفه من بعيد لبعيد، قام اجى الأستاذ قدري نزع من الطبخة. مين هو؟ مين هاد اللي عم تحكوا عنه؟ ليلى عندها معجب ممثل. عن جد؟ هيك ما بتخبريني؟ ولك على الرسمي لسه على الرسمي ما بعرفه كتير. طيب شو اسمه؟ اكيد بعرفه. اذا بتقلي لي شو اسمه لحبيبك بقلك على اسمه. لا حبيبتي لا بقلك ولا تقلي لي. هاي حبيبي عم يدق لي. الو. يا حبيبي صار بيتنا بيت العشاق، الست ليلى والست نور وميديا، مو رايحه يخطيتي غير علي انا وهالفقيره. ها هالطقنا. اي بس انا لسه ما حبيته لانه انتي وهديك الفقيره خربتولي كل شيء، ما قدرت احكي كلمتين على بعضهم مع الزلمه. ليلى يعني بدك نصيحتي؟ يعني ما بدك اياه. ليش بقى؟ لانه العينتين بجوز حطيت عينه على الزلمه كالعاده. لا ليلى انا صحيح كنت معجبه فيه بس بعد ما شفته امبارح. اوف ليش؟ والله كله من غيرتك، لانه مثل ما بتعرفوا وستار معروف كتير والبنات كلاتهم بحبوه هيك مثل الدبان حواليه. بقى ليش لحتى تكون عينه صايغه؟ اي مثل ما بدك لا تصدقي. يعني بس لمعلوماتك امبارح ونحن قاعدين بالمطعم ما قام عيونه عني وكان عم يتبسم لي، ومو بس هيك غمزني. يعني انا ما كنت بدي اقول لك بس لانك رفيقتي وبتعزي علي هي عم اقول لك انه عيونه كثير صايغه فديري بالك. ليلي لو سمحتي سميحة مثل ما عم تحكي مزبوط، لأنه حتى أنا لبنى مبارح تطلع فيني تطليعات والله ما عجبتني. عن جد ما عجبتني. ليكو ابن حلال هاد هو. ألو أنا خلاص. خير كمان أنت الثانية. قررت أعرفكن على خطيبي. خطيبك؟ لسه مو رسمي، اليوم طلب يزورني بالبيت، قالوا كتير حابة بيتعرف على الصبايا. ليش حياتي؟ جاي يخطبك منه؟ لا طبعاً، بس أنا متأكدة أنه المرة جاي رح يطلب يتعرف على أهلي، يعني أول مرة رفقاتي وتاني مرة أهلي. أيوه ورح توافقي ترتبطي فيه؟ يقبرني العشقان.